بالصدفة. ايه الصوت ده؟ دوست على القطة ولا ايه؟ يا سعدون لا دايخ شوية، تقريبا في بلكونة وقعت عليا. ماشي استناني عند عربية شيماء ودوروا العربية على ما جيلكم. افتح الباب يا غريب. مش هينفع يا مسؤولي بيه، انا لو فتحت الباب هياكلوا سيماس وسواسين. اسمع الكلام يا غبي، خلوهم يطلعوا يلعبوا ويكسبوا واحنا نعرف نطلع. لا ايه الكلام ده يا مسؤولي، هو انت لازم تكشف خططنا كده قدام العالم؟ ما تتبلش في بقك حوله. الله عليك يا حياتي، طول عمرك مدركه هفواتي. هفوه هفوه، بموت فيك يا مدركه. لا بقول لك يا جوز امي والنبي، مش وقت مراهقتك وتهزيئك. افتح يا غريب احصل لك. افتح بقول لك. العالم دي لو طلعت هتوسخ الشقق بجزامهم. والنبي تنقط لك بسكتك يا مالت انت، يا ريت بس لما يطلعوا العماره ما تتحدش على نفوخنا. الحمد لله جبت صندوق طلاق طنط نسرين، بابا هيفرح بيا قوي. ده وقت التسريل وقرف دي. يلا يا ماما يلا عشان نساعد ناصر. لا 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 يلا فين، انا مش حمل فرهده وجري وتعب. بصي روحوا انتوا وانا هقعد بالعيال، عشان لو خطفوا الولاد وعرفوا ان هم اولاد وسيم ومأزو هيطالبونا بفديه. لا انا هقعد احرسهم، وخلي بالي كل مأزو لو كذب يشيل لي حقي على جنب. هيسيب لك المكسب ان شاء الله. خليكوا عيال مع ماما. يلا افتح يا غريب افتح. تعالوا عدوا كده، يلا يلا امنوا نفسيكم. يلا يلا وتجفل القناصة في كل حتة، افتحوا الابواب. وسيم دي خيم وسيم عسيم، اديله عمري وبرضه تخيم. ايه كل ده يا مازو؟ دي البلد كلها بتجري وراك، انت طلعت محبوب قوي. انا لو اعرف كده كنت سميت سعدون ومازو. يا نهار اسود دكتور ايمن، يا لهوي ده هيطلع عليك كل اللي انا عملته فيه. سلم نفسك يا استاذ مازو بهدوء ومن غير شوشرة ارجوك. بقول لك ايه يا دكتور ايمن، ابعد عن جوز احسن لك احسن، وديني هوريك جنان من نوع جديد. دوسي عليه بالعربيه يا شيماء، سفلتي ملامحه على الرصيف. كشفت ولا احنا ناسف؟ شفت ايه وسيم؟ لا لا ما كشفتش ولا حاجه، احنا كلنا معاك حتى اشوف اهو. الحمد لله ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ربنا يخليك. خدي يا حبيبي خدي امسك، انا عملت لك السندوتشات دول عشان تتقوي بيه. الله بالخيار بالخيار، ربنا يخليك. بقول لك ايه، ما تعرفش اهرب ازاي؟ على طول كده في يمين في شمال في طواري. ربنا معاك. ربنا لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد اذنك التوفيق. بعد اذنك يا مصمص. ده انا هطلع عليكم كل الامراض اللي جبتوها لي. بتلعبوا بالملايين ومرمطيني معاكم. ملكه الرحمه فين؟ عليه قسما بالله اللي هيمد ايده على راسه هكون منتحر. هتنتحر في 60 دقيقه، هستفاد ايه انا؟ يلا اطلع. اوعى انا اوعى انا مش هسيبك يا مازو. ملكه الرحمه ورايا. رب ما حدش ياخد باله. وسيم وسيم ايه ده؟ كبير يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا وسيم بيه؟ لكن انت ما تنقذني، انت عرفتني عادي؟ ما لازم اعرفك، انا هتوه عنك يعني. اركب يلا اركب. يلا بقول لك ايه؟ ايه؟ الجي بي اس بيقول ان احنا لازم نمشي عكس. منعول ابو الجي بي اس دلوقتي، احنا لازم نطلع على الصحراوي عشان نخفف من علينا الضغط. صحراوي يا جميل انت جاي بتكتب؟ ده احنا اربع ايام عشان نوصل للصحراوي اصلا. مالكش دعوه اركب بسرعه ولا سيبك. لا انا هاجي هسيبك. لا لا والله هسيبك اجيب حد دلوقتي. امسك نفسك. لا هعيط مش قادر والله العظيم هعيط. انا مش قصدي تعيط يا عيوطي، امسك نفسك عشان هننطلق. يلا مش قادر. في ايه بس يا مازو؟ حصل لك حاجه؟ ما هو ده اللي انا كنت خايف منه، انت اتصبت يا مازو، خدت رصاصه في الصدور. ايه الاوفر ده يا جماعه؟ انا عايز اخش الحمام، هو لازم اشرح لكم هعمل ايه بالظبط؟ لا حمام ايه دلوقتي، ده مش هينفع. طب ما تشوف كده الدواسه. دوست ايه؟ لا طبعا عربيتي. وبعدين يا مازو هو ده وقت يعني تبقى عايز تدخل الحمام والبلد كلها عماله تجري ورانا؟ يعني هي دي ليها وقت؟ ليها وقت يعني؟ دي ليها يعني خطب دي؟ هو الناس اللي بتهرب من السجن ما بتخشش الحمام؟ طب خلاص خلاص هشوف لك اي حته كده على جنب تعمل حمام فيها.
ايه ده؟ اهو حظك كويس. كافيه كافيه هو. اوفي انزل بسرعه بقى، اعمل وصرف نفسك على طول، واحنا مستنيينك هنا بس اوعى حد يشوفك. اتخفى يا مازو. اوعى اوفي بقى. اهو ما تقفي. اهو اتخفى، ما تتاخرش، احنا مستنيينك هنا اهو. الله يخرب بيتك يا جميل، هو ده الصحراوي ده الزراعي يا حبيبي، شكلها هتمطر كمان. ايه الغيطان دي كلها؟ ما يمكن عمروها يا وسيم بيه. الله، وبعدين انا مالي؟ انا ماشي على الجي بي اس. الجي بي اس ايه؟ شكلي بكسر طبعا، حرام عليك. ايه ده؟ ايه في ايه؟ اللمه اللي هناك دي. اوف اوف. معرفش ربنا يستر. وانت فاكر لما تيجي وتلف من الطريق ده هتلاقيه مفتوح صح؟ لا، ده انا ولد الديب ولد التوخي ولد التوني متفقين محدش انا تبع وسيم هيعدي. وانتوا لما تكفلوا الطريق علينا كده مش هرب ليه يا واد عمي؟ وين الروح الرياضيه يا ولد البرتقال؟ الروح الرياضيه دي اللي هتطلع في يد دلوقتي. ربنا يستر. وبعدين بالعقل، يعني في حد يشجع وسيم؟ وسيم ده تخين، يعني لو فولتوه بنزين 95 عمره ما يسبق. شجعوا مين؟ مازو بس. انت بتضحك عليا يا جميل، انت كمان اصلها حلوه 95 دي. مش حلوه يا جميل، ما تضحكش. يلا يلا اثبت بقى. لا مش هشبت يا جميل، لف وارجع، احنا مالناش عيش في البلد دي. اثبت بقول لك. لا، الناس دي لو شافوني هيحشوني زي الكوسه اللي جوه في العربيه اللي قدامنا. هيقوروك زي الكوسه ولا يحشوك زي المحشي. بقول لك ايه؟ احنا جامدين قوي بس خايفين قوي. يا يا خلاص انا هتصرف، ما تقلقش، اثبت بقول لك.